تواصل فرق الإنقاذ والهلال الأحمر الإيراني محاولات العثور على طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي قالت وسائل إعلام رسمية إنها هبطت في منطقة جبلية نائية بمحافظة أذربيجان الشرقية عقب تعرضها لحادث. بدوره أشار وزير الداخلية الإيراني إلى صعوبة عمليات البحث بسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية وعدم وجود أي معلومات عن صحة الرئيس ومرافقيه، ولم تصدر تصريحات رسمية حتى الآن عن طبيعة الحادث الذي تعرضت له الطائرة، والتي كانت تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية وإمام جمعة تبريز. هذا وعقد مجلس الأمن القومي الإيراني اجتماعا طارئا لبحث حادث المروحية.